ما بعرف اي ساعه بتيجي الكهرباء. والله مش كنت لها الكهرباء هي هيك مش كتير. يا حب شو عم تعملي اليوم؟ اليوم اول شيء خليني اسلم على حبايب قلبي، كيفكم احبائي؟ بتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم، طلعنا اليوم كمان هذا المشوار الحلو، طلعناه بس انا وهيدي والاولاد، قلنا بدنا نغير جو، عم يضيق خلقهم الاولاد بالبيت وخاصة عندهم كم يوم عطلة. طلعنا معنا مقانق. ماما بلا معي هيك تكرم عينك يا ماما. يلا شوف انت هيك بدك؟ يلا عدي هات بسم الله تليتو. يلا ليه؟ لا 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 شو تليت له ايده؟ لا سوري ما تاخذنا. شو اليوم بدنا نفطر من هلا؟ اليوم مقانق وبطاطا مقليه هيدي، كثير بنحب المقانق، العائله كلها بتحب المقانق. فاليوم رح نعمل المقانق المقانقات اللي عملتهم مع مرت عمي. فجبت منهم كيلو، رح نعمل مقانق مقلي وبطاطا مقليه. وشو رايك هيدي نعمل فطر كمان؟ هيدي بيقول لي اذا ما عم تشوي على المنقل بلا للفطر، انا بحبه للفطر مع المقانق لو كان مقلي، هن اجمالهم بياكلوا بس بشوي مع الفطر. لكن الفطر ايه فعلا هي ما لها طيبه الا شك بالسياخ على الفحم. بس بحس انه مقانق بلا فطر ما بعرف، بحس لازم يكون في فطر. ما بعرف. فرح اجرب قلي اطرمي زي مقانق بس، هلا بتشوفوا كيف عم نعمل. هن المقانقات؟ هول هن المقانقات حطيتهم على الشباك مشان يدوبوا لانه طلعتهم من الفريزر. ما شاء الله. هلا بيقولوا ليلى ليه بتقولي فريزر؟ اسمه فريزر. فريزر. فريزر ولا فريزي هي ذاتها. المهم المعنى، المهم المقصد. فالبطاطا صاروا جاهزين هيدي. الحلو هون انه بنطلع بنقلي برا، بتلطش الزيت، نوافير الزيت. ما في تمسح جوا. فركبنا كل شيء وجهزنا كل شيء ويلا تعال نطلع لبرا. بدي ملح البطاطات. ماني عاملة كثير اكل لانه مثل ما قلت لكم بس نحن طالعين. والله قلت لها لحماتي تطلع، اتصلت فيها مرت عمي اسمعي مني تعي نطلع، بس حرام اختي هي كان عندها في عندها ناس على العشاء، بعتقد عزمه بنت عمي اخته لهيدي هي وزوجها واولادها. فقالت لي ليه ما خبرتيني من قبل؟ قلت لها يلا حصل خير. هو نحن كمان ما كنا عارفين حالنا طالعين صراحه، بس ضيق خلقنا قلنا نطلع نطلع. طلعنا هالمقانق من الفريز وجبنا اكلاتنا وجينا. فبس نطر الزيت ليحمى لحط البطاطا فيها. بعدها نفس العدية اللي شفتوها اخر مرة. الموقدة والغاز وكل شيء. تشهد على ما صنعنا. عن جد احلى شيء هيدي. هالقعدة هيك بالطبيعة بترد الروح، صحيح صايمين وتعبانين. وما بقى في وقت كتير على الأذان ودبلانين. بس الواحد يتروح. شو عم يعمل مودو؟ مودو فتح لي هول مرق الدجاج كرمال الشوربة. هيدا الشوربة؟ رح نعمل شوربة هلا شوي تانية. رح ركب من هلا يا هيدي لأنه يا دوب رح بقى حطيه الشمس. بلش يفكفكوا يا هيدي. تعرف هدو عم بيقول لي عقلي طالما هيك نحن ما جبنا معنا حلو، جبنا اكلاتنا وعصيراتنا وجينا، عم بيقول لي عقلي تروح هلا على السوبر ماركت يلي حدنا هون تجيب لي بس شي غرضين او ثلاثه، بس ثلاثه. لا ما تكرش. بس ثلاث غراض مشان اعمل لك اكله حلو بتاكل صبيعك وراها. اكله حلو؟ اكله حلو، بس ثلاث غراض منهم كثار. هولي فينا نقول شايفين احلاهم؟ هيدي ما بذكروا بيتو منجري. واو. بيتو منجري. ايه احمروا يا هيدي. بلشوا ياخذوا لون. هلا هي الشوربه هي يعني اسهل شوربه ممكن تاكلوها بالكره الارضيه كلها بالكون. بس مجرد شعيريه مثل ما شايفين بدون اي زيت اي سمنه، بس بنحمصها. بحط عليهم مي، مي تشرب عادية، بحط مكعبات مرق الدجاج. وإذا ما بدكم تحطوا مكعبات مرق دجاج فيكم تحطوا مرق الدجاج نفسه إذا عندكم مرق دجاج. مع شوية مرق دجاج بودرة بتعطيها نكهة طيبة، كثير هيك بتحسوها بتستلذوا فيها، كثير مثل جاهزة. بعتقد هالقد كفايتهم.
شايفين هاللون اللي وصل له؟ على فكرة أنا بحمصه كرمال هيدي، في ناس ما بتحمصه، بتحط الشعيرية مثل ما هي. بهي المرحلة انتبهوا. كثير بيطقش. ليك يا هيدي ليك الغيوم. ليك السما والغيوم كيف هيك الدنيا مغيمة شوي. الشمس منا مبينة مظبوط. الله يسلم لي دياتك يا هيدي. هذا الحلو حق اعمل لك اياه. كرم عينك يا مرتي، كله كرمال بطني. كرمال كرشك. كرشي كرشي. كله. بس رح تاكل شيء طيب. جبنا شيء هيك ليكو، هذا اول مكون. هذا ثاني مكون، قشطه، حليب مكثف، اي بسكويت على شوكولا. اي بسكويت على شوكولا. مثل الاوريو يعني. مثل الاوريو مثلا. حاخذ اول شيء القشطه، فزعت فكرت ما فيها هي، قلت ما عندي فتحت علب هون شو حاعمل؟ كيف كنا حنفتحها؟ بالسكين. بالسكين ايه مزبوط. هلا اللي عندها هيدي ما لازم تخاف. هي اول علبه، هدول كثير خطرين انتبهوا. هذه اسمها قشطه. قشطه. يعني؟ يعني قشطه. يعني؟ شو بيسموها بعض الناس؟ جيمر ما هيك؟ ايه جيمر. ولو عالصيام عالصيام من وراك حفظت كل ال كل المصطلحات ابدا. وين يا مرت عمي؟ تقول لي الصيام مأثر عليك يا ليلى، والله الصيام مأثر. لكن حطيت علبتين قشطه، رح احط شويه، رح احط نص علبه حليب مكثف. قد ايه وزنه هيدا؟ هيدي انا لانه دائما بعمل الحليب المكثف عندي بالبيت. شو 100 جرام كمان؟ 397 جرام. هون 397 جرام. 400 جرام يعني تقريبا. تقريبا رح احط نصه. حط 200 جرام. شو هالوصفه هيدي؟ هيدي هيدا يلي جاي على باله حلو. وما له جلد يعمل حلو. والصيام اخذ عليه وبلش رمضان يخلص. عن جد انت قلتي لي فاجأتيني انه بدك تعملي حلو وهون ما في فرن. طيب انه لا ما بده فرن. لا فرن. ولا عندك حتى الادوات الغاز يعني تعمليها؟ ابدا. لا هيك على البارد. على البارد بنخفقهم بنخفقهم. رح اعمل لك احلى صينيه حلو والله لحتى تاكل صبيعك ورا. رح تاكل وتدعي لي. بس خليني احركهم هول منيح مع بعض. هلا حيسالوني ليلى الكميات، الكميات تقديريه. شو حبيبي خو ماما؟ تكرم عينك. فطر يا مودة؟ فطر. فطر مودة. واو حركات مودو ليكي شو منيتي؟ لأنه بيحضر إشي على اليوتيوب بيعملوا هيك حركات فبيصير يقلدهم مهضوم. حطيت تقريبا هيدي فيها 2 3 4 5 6 7 8، حطيت 3، كل وحدة فيها 8. منكسر. تخيلوا حدا مقصبكم، تخيلوا حدا عملكم تعجنوا مثل ازواجكم مثلا. لا بسلامتك. حدا تاني غير ازواجكم هلا قدام هيدي. بس كون انا وياكم وبقلكم مثل ازواجكم. لا لا عم بمزح يا روزة. والله بسلامتك انت، الله يخليك فوق راسنا. سلام حياتي. لكن انا كسرتهم منيح، لوتنا الدنيا كمان منيح. بتعرف هيدي رح احط لسه وحده، ما تعبت الصينية. شايفين انه المقادير تقديرية، رح احط لسه وحدة. انت جايب لي 5 الله يسلم دياتك. ايه جبت وحدة زيادة. حطيت 4. عسل بعلك. خلص هولي كفاية انا بدي. الاولاد اشتهوا ياكلوا قرص هيك يعني. سخر. كسرهم. ما بكسرهم اكثر من هيك بس هيك، يعني تكسير خشن. هي هيدي الشوربة غلط، طفية تقبرني طفية، حاجتها غلط. وغطيها لتضل سخنة. وين الغطا؟ هي تمام. كيفني معك مرتي؟ لك الله يسلم لي دياك. 10 على 10. هيدي شايفين، شايف هولي كيف ما بقى اعرف احكي انا. شايفين كيف كسرتهم هول تكسير خشم. رح نزل عليها القشطه والنستله والحليب المكثف. نزلهم كلهم.
ونحرك. طبعا احنا برايي حتكون كثير طيبه. كثير طيبه. انا عملت لك اياها قبل هلا بس من زمان. على كتر ما بجدد وصفات، على كتر ما بتطلع وصفات جديده بنقول عبالنا نجربها، عبالنا نشوف هي شو طعمتها، ففي وصفات شوي شوي اهملناها. جربوا هاي ما بتندموا. هلا فينا نقول صارت جاهزه. في اسهل من هيك؟ حدا يقول لي. هيدي هي؟ اي بس هي هي، بس هلا بدي زين لها وشها. هلا بالنسبه للتزيين انتم احرار، فيكم تزينوها بقناش. يعني تجيبوا قطعة شوكولا 100 جرام مع قشطة 100 جرام، تسخنوها بالميكروويف وتخلطوها وتحطوها على وشها. هيدي طريقة. طريقة تانية فيكم تبرشوا شوكولا بالمبرشة. هذا مودو صراني بالبسكليت. صراحك؟ ليش يا مودو؟ والطريقة الثالثة يلي هي أسهل طريقة، تجيبوا كاكاو بودرة وزينوا وشها بالكاكاو البودرة وبس. وطرشنا الدنيا. عادي الليفه بلاش والصابون بلاش كل شيء. طالما نحن بالطبيعه ما بعتلهم شيء. بسم الله. ما احلى شكله. فعلا. وخاصة إذا بتعملوها قبل بوقت وبتحطوه بالبراد هيك بتاكلوها باردة، بتطلعوها من البراد بتكون هيك البسكويت شرب الصوص الأبيض يلي عملناه. وبتاكلوها هيك بالمعلقة. يعني ما تقولي لي ما في حدا بيعرف يعملها هلا هيدي الاكله؟ هيدي الاكله؟ والله ما بعرف، اكتبوا لنا تحت بالكومنتات، بس ما بظن حدا بيعرفها. ما بعرف يعني انا ليه هيك واثقه. كثير سهله كثير. كثير سهله، ايه. قصدك انه حدا فات على المطبخ ما بيقدر يعملها؟ ايه انه فهمت عليك. كثير سهله. كثير سهله، يعني بنوتات الصغار قادرين يعملوها، العرايس الجداد إذا كانوا إذا متزوجين جديد وعبالك تعملي هيك أكلة حلوة لزوجك تبيني إنك تعباني فيها وحاطة كل جهدك فيها وهي مش أخذة دقيقة يمكن، فاعملي هيدي ودعي لي شوفي قد إيه رح ينبسط زوجك. نتيجتها قوية كمان. إيه والله. شو رأيك بهالمنظر؟ واو. غير شكل. خذوا لي سكرين شوت نزلوا لي على الانستغرام. ما في انستغرام. بضلوا يسالوني ليلى عندك انستغرام؟ عندك انستغرام؟ هلا انا عندي صفحه على الانستغرام بس ماني عليها، ماني اكتف عليها. ما بعرف يعني شجعوني انتم، شجعوني بلكي ببلش صير اكتف اكثر على الانستغرام. رح ادوب انا الطاوله ومسح وارجع لكم. جلي الجليد اول باول ما يتكوموا علينا بعد الفطور. هيك بضل المطبخ رايق كل الوقت. ايتي كيف بتطلع؟ طلع فيهم. هلا البطاطا استوت بدنا نبلش بقلي المقانق، المقانق شايفين هي كيف بتجي؟ انا ما بعرف ليش اليوم لابسه كف ايه وكف لا، المهم ايدينا دائما بالمي ومصوبانين. بردي ماما بردي، كل هيدي حبيبي، هي بردي. منا سخنة بردي. هيدي يا ويلي ما بتجمر. فهول المقانق بنقصهم نحن هيك. شايفين؟ بنفصلهم. بنفصل كل وحده لحالها وبنشكها شوي بالسكينه ليه؟ تا ما تفقع بالقلي. هيدي العلوميه هيدي علمني اياها. سكينه او شوكه كمان يعني على فكره هيدي بتعرف شغله؟ ايه سكينه او شوكه او كيردون. يعني مكياشات الاسنان. شيء يفخطها. اي شيء يفخطها. ما في مقانق الا بطرابلس. ما بصير. ما في بلبقه، ما في ببيروت. اللحامين اللي ببيروت بيعملوا مقانق؟ هلا ما بعرف متابعين اللي عم يحضروني من بيروت ولبقه اكتبوا لنا. انا بعرف انه ما في بلبقه. ما في؟ لا في في وما كان في. ما بعرف يعني اللحام بيعمل بس لك كانوا بيسموه باسمتين. ما بعرف يعني اللحام بيكون عنده مصارين وبيعمل لك مقانق وسجق عادي. هلا بيعمل لهم انه هن بيكونوا فائده هيك ما بعرف. هيدا اللي انا قصدي عليه. هون بالعكس هون بتعملهم هون بيكون فوق راسه للحام. ايه بفرجيك اللحم اللي عم بيحطها شو عم بيحط، يعني كل شيء قدام عينك. صحيح. واذا بدك جاهزه يعني انت بتوسقي باللحام تاخذي منه يعني كمان بتلاقيه جاهز على طول كمان. إذا بتوثقوا باللحم. بتكونوا فوق راسه بأغلبية الأوقات. لك صحة وهنا لمودو. خلصوا البطاطات يا ماما.
ما ده في بطاطا بالسوق. وانا مرت عمي تجي تشوفه لا تبوس وتبوس وتشبع منه بوس. فاطر يا مودة فاطر. اه فاطر اتبهدل بالهلال. مودة مودة فاطر حبيبي. دخيل قلبه مبسوط هون. واو طلعت الريحة ريحة المونة المقلية. يا سلام الحلو انه قرب الفطور يعني قرب من شكل الافطار يعني شي 3 دقايق الشمس غابت تقريبا. اه على الخبرة يا هادي صرنا نحرك بالذات بايدينا. ايوه على الخبرة. ما شاء الله هو كلهم؟ ايه كلهم هول هنا حطيته حتى وقت والله هذا هول المقانق ما بياخذوا كثير وقت دقيقتين ثلاثة أربعة بالكثير لأنه أنا حطيتهم كلهم وبيكونوا جاهزين. أيوه فرح فوت جلي هول. يلا لك صحتين صحتين لمودو. خلص استوى شفتوا ما اخذ وقت ابدا. ما اطيب المقانق برمضان عن جد. عن جد المقانق له نكهه ثانيه برمضان مدري ليه. لقيتها بدنا نعمل سجق كمان. ايه قريبا قريبا بدنا نعمل سجق. بدنا ناكل سجق باذن الله. واو الريحة. انا كل شوي بحط الشخطورة على الطاولة لأنها اسم الله تقيلة. ما شاء الله. يلا لك انا بلشنا بسكب الشوربة وهون حبايب قلبي انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو. حبيت شارك معكم هالمشوار الحلو وبتمنى منكم اذا جربتوا هالوصفة الحلوة تكتبوا لي تحت بالكومنتات واكتبوا لي شو رايكم فيها وشو راي عائلتكم. انا متاكده رح ينغرموا فيها. فاخر شي بقول اني بحبكم كثير يا احلى عائله بكل اليوتيوب. ملتقانا بفيديو جديد باذن الله. باي.